متنشئ مجلس القضاء في غاو، وما هي اختصاصاته؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. ما جواب عن هذا السؤال، فنشأ هذا مجلس القضاء بداية دخول المجاهدين هنا في غاو. إنها كان من الضروري أول مؤسسة مثلا تؤسس ويقوم المجاهدين عليها هو هذا المجلس، لأنه مصدر كل شيء، لأنه مصدر الدول، لأنه محل فض الخصومات والنزاعات وإقامة الحدود ونشر العدالة بين الناس. فأول ما دخل المجاهدون هنا فقاموا بتأسيس هذا المجلس وكانوا حريصين على إفشائه. وأهم اختصاصاته؟ اختصاصاته هو العدل وإقامة القسط بين الناس، كما قال الله تعالى: لأن هذا الدين كتاب يهدي وسيف يحمي. وهذه المقدمة جعلها بعض أهل العلم تفسيرا لقوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله تعالى يقول في محكم كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فهذا الدين هو كما قال الله تعالى كتاب وسيف، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الأحكام التي أصدرها وفضل النزاع فيها كانت مطروحة عليه كل وقت. الحمد لله حلنا كثير من المشاكل والخصومات، حتى كثير من المشاكل كانت استعصى حله على الناس قبل وقضاة من عرف الدين. القضايا حلنا قضايا من 40-30 سنة، والقضايا طرحت كثير من القضايا، وهو أيضا أشرف على إقامة الحدود، حد الحرابة، حد الزنا، وحد شرب الخمر والسرقة وغير ذلك، فقام بكثير الحمد لله من حل هذه المشاكل. يدخل السجن ومتابعة الناس فيه اختصاص؟ نعم، هو القضاء عندنا هو كل شيء، قضاء هو كل شيء، كل هاي المؤسسات اللي تحت وهاي الجماعات يترجع لهذا المجلس. وكيف تم اختيار أعضائه؟ تم اختيار أعضائه لأن أمثل ما هو موجود، فاختاروا جميعا من الناس، بعضهم من طلبة العلم، بعضهم من الفقهاء، وورطوا العبد الفقير جعلوه مثلا هو رئيس هذا مجلس القضاء، وإن كنت أستهلن ذلك إلا أنه على حد قول القائل: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرمه وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رؤية هشيم. فطررت إلى ذلك مكرها أخاك لا بطل. والإثم هو على الناس القاعدين في العلم كثيرين، خصوصا في بلاد الشنقيط، ويفتخرون بهذا الاسم أنهم ابناء الشقيط وأنهم اشتهروا بالعلم. وللأسف كثير من الناس في الشنقيط وغيرها من أهل العلم قعدوا واستعاضوا عن هذا الجهاد وعن إقامة الحق وعن نشر الحق بين الناس بشهوة بطن أو فرج، وحقت عليهم كلمة الله تعالى وكلمات رسوله. فالله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأولئك يتوب عليهم التواب الرحيم. وبما يختلف المجلس عن القضاء الذي كان قائما والقضاء الموجود في الدول المجاورة؟ نحن نقول هذه الدول الجائرة لأنها اعتدت على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى أئمة المسلمين وعامته، فشتان ما بينهم. فهذا حكم شرعي يرجع فيه إلى كتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه وأقواله العلم، وذلك حكم قانون أرضي يرجع فيه إلى المشرعين من فرنسا والغرب أو الشرق هو قانون أرضي، وهو تشريع من دون الله تعالى. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء وشرعوا لهم الدين ما لم يؤمن بالله. فهذا حكم شرعي، وذلك الحكم حكم وضعي قانوني كفري.